وانا اعتقد انه اني اخذتنا الفرصه انه ما ذكرت. طيب. عندنا المدن الصناعيه، عندنا مشاريع تشغيل الشباب، عندنا المشاريع البي اتش اس اس. انا اعتقد هاي السنه ان شاء الله في قانون الامن الغذائي راح ندعم صندوق المشاريع الصغيره والمتوسطه بمبلغ يمكن 1,200,000,000,000 دينار عراقي لغرض دعم الشباب من خلال المشاريع. بوجهة نظري الخاصة إذا إحنا نريد ندعم الشباب لا ندعمهم من خلال التعيينات الحكومية، ندعمهم من خلال دائرة التدريب المهني في وزارة العمل، أدعم المشاريع حتى يستطيع أنه يقوم نفسه بنفسه لفترة طويلة.